نحن هنا مرة أخرى في بيتنا في الواقع، وعند أخونا ورئيس الجزائري الحريص على ليبيا، والذي يحدثنا دائما بقلبه في الواقع لحرصه على استقرار وأمن ليبيا وعبور الشعب الليبي بانتخابات نزيهة مرضية للشعب وتنقذ ليبيا من مما هي فيه. فحديث كان مطول ودقيق في تفاصيل التفاصيل، وأبدى فيه كعادته حرصه على أن يعمل كافة الإخوة الليبيين على تعزيز اللحمة الوطنية للشعب الليبي، و ضرب لنا أمثلة اللي عاشتها الجزائر في المحن التي مرت بها، ولكن كانت الإرادة الوطنية الجزائرية هي التي ساعدت على وحدة الجزائر وخروجها من كافة الأزمات التي مرت بها من فترة حرب الاستقلال إلى ما بعدها من مواقف مختلفة. فنحن أحوج ما نكون أن نتتلمذ من هذه المدرسة العريقة في نضالها في الوحدة الوطنية لهذا الشعب، وأيضا ديمقراطيتها التي صنعها الشعب الجزائري بإرادته، والتي ساعدت على استقرار الجزائر. فنأمل أن نكون استفدنا من هذه المدرسة، واستفدنا من الحديث أخونا الكبير عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية. ف هكذا عهدنا في كافة اللقاءات المستمرة والتي لن تنقطع، سنستمر في التشاور معه والحديث إليه بشكل مستمر، خاصة الأيام المتلاحقة. كما تعلمون هناك لقاء في باريس هام جدا دولي بخصوص ليبيا، وهناك الاستعدادات للانتخابات، وأيضا توحيد الجيش وخروج القوات الأجنبية من ليبيا.